كمان النادي الاهلي عنده حريص وتحديدا في القرن الجديد عشان اكون منصف يعني والفتره الاخيره على النهايات. ده حقيقي. وجمال النهايات ده حقيقي. مع اللاعبين اللي فعلا اخلصوا لتيشرت النادي الاهلي. ده حقيقي. وازاي تخرج ببكره افضل، وازاي الصوره تكون مختلفه، وازاي انت كنادي اهلي دايما اللي اداك واخلص ليك وكان لحد اخر لحظه حريص ان هو يكون شبهك. هتقول لي يعني ايه شبهك؟ اه النادي الاهلي يا جماعه في ناس شبهه، في افراد بيبقوا شبهه، شبه افكاره، شبه مبادئه، شبه تقاليده، عشان كده دول النادي الاهلي بيحافظ عليهم. شفناها قبل كده مع لاعبين كتير حتى لو ما اعتزلوش كتير جدا، مش عايز بس اقف عند يعني اسماء، لان في الفتره الاخيره كل من خرج من النادي الاهلي وكان حريص على مشهد النهايه وحطه تحتها 100 خط، النادي الاهلي كان حريص عليه اكتر ما هو كان حريص على الاهلي. واحد من اللاعبين دول هو كابتن ايمن اشرف، كابتن ايمن اشرف، لان هو احد كباتن الفريق. وانا عايز اقول حاجه، القدرات الفنيه ممكن نختلف عليها، بمعنى كابتن ايمن اشرف لاعب جيد جدا، ولكن ربما انت ما تشوفوش هو افضل مدافع في النادي الاهلي، ممكن حد يشوفه ادى على قدر امكانياته، ولكن اللي لا يمكن تختلف عليه ان طول ما هو في النادي الاهلي كان شبه النادي الاهلي. طول ما هو في النادي الاهلي كان بيدي كل اللي عنده، كل اللي يقدر عليه، كل امكانياته، كان ما بيتاخرش على الفريق، العب في المركز ده حاضر، العب في الحته دي حاضر، النادي الاهلي مش محتاجك النهارده خالص حاضر، انت بره القايمه حاضر، مفيش حوار، مفيش لقاء، مفيش تصريح لصحفي، مفيش عن مصدر مقرب من ايمن اشرف، لا التزام، وانا جوه الملعب بوفر التزام بتعليمات فنيه، وانا بره الملعب بوفر هدوء وبوفر التزام بادبيات النادي الاهلي. مواسم متتاليه انا اقدر اقول المباراه دي كان ايمن اشرف فيها ممتاز، اقدر اقول المباراه دي ما كانش احسن حاجه فيها، انما اللي اكيد اكيد مش هيكون فيه وجهات نظر عندي ان ايمن اشرف ما فيش مره كان موجود فيها في الملعب وما اداش كل اللي عنده. مفيش مرة أيمن أشرف كان ليه مشهد واحد مش شبه النادي الأهلي. فعشان كده أيمن أشرف من اللاعبين اللي ما أعتقدش مفيش مشجع أهلاوي مش شايف إن هو شبه النادي الأهلي. أنت جاي لي بقى في الملعب اللي أنا أنت عارف مدى عشقي لنوعية اللاعبين أمثال أيمن أشرف. أنا بميل للاعب الراجل في الملعب، أنا بميل جدا للاعب إن مهما حصل خرج من التشكيل ما تلاقيش له أي تصريح مع أي صديق مع أي زميل، ما تلاقيش حد يتواجد في مؤتمر صحفي تبع أيمن أشرف يقوم موجه رسالة للمدير الفني اللي مستبعده ويبدأ يضغط على المدير الفني. الحقيقة أيمن أشرف بالنسبة لي أفضل مواسمه على الإطلاق هو الموسم ده، مش تقليل من شأن أيمن أشرف وإضافته الفنية، لا، لأن أيمن أشرف إدانا آخر موسم يعني إيه تكون ابن من أبناء النادي الأهلي، يعني ايه تكون وانت مستبعد وبتسمع بنفسك ان المدير الفني بيقول لك ان انت رقم خمسه عندي بعد ما كنت رقم واحد، بعد ما كنت في منتخب مصر اللي وصل نهائي امم افريقيا، تنزل تتدرب تيجي في اوقات فيها اللقطه والفرحه تلاقي نفسك مشجع مع زمايلك اللاعبين، ما عندكش حساسيه وما عندكش نفسيه صعبه. من الاخر كده ايمن اشرف من اللعيبه دي. ايمن اشرف طبعا كان مهم جدا ان يكون في تقدير لحظة نهاية مدة خدمته مع النادي الأهلي، وأنا دايماً بقولها كل مدير فني في أي مكان في العالم له ضحايا، وده مش معناه إننا ننتقد مدير فني عامل موسم استثنائي على الإطلاق، ده معناه إن هي دي شروط اللعبة، هي دي القصة باختصار شديد في كرة القدم، فأنا يعني كلامي بعتبره شهادة مجروحة في أمثال لاعبين أيمن أشرف، ولكن بالتأكيد التكريم اللي ناله أيمن أشرف زي ما حصل من مع كابتن سعد سمير بيقول لك قد ايه وبيوصل رساله للاعبين، خليك ايمن اشرف ما تكونش حد تاني، خليك سعد سمير ما تكونش حد تاني، عشان تلاقي النهايات السعيده دي مع النادي الاهلي، وتلاقي جماهير النادي الاهلي بلا استثناء اللي كان متفق على مستواك الفني واللي كان مختلف على مستواك الفني سبورت ليك وفي ظهرك وعارف ومقدر قد ايه انت ابن من ابناء النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين ده لقاء لازم يتحط امام اللاعبين الجدد اللي بينضموا للنادي الاهلي، ان انت تكون قاعد في نهايه رحلتك مع الكابتن محمود الخطيب اسطوره كره القدم المصريه ورئيس النادي الاهلي. ده اللقاء اللي لازم نوصله للاعبتنا
الشباب ابناء النادي الاهلي اللي طالعين يلعبوا فريق اول، احرص على محبه جماهير النادي الاهلي، احرص على النهايات، البدايات دايما بتكون مبهره دايما. شفنا لعيبه كتير كسرت الدنيا اول ما طلعت، لعيبه بدات صغيره اصلا فريق اول وبدات تاخد دوريات قبل ما تخلص ثانويه عامه، والنهايه كانت ايه؟ النهايه كانت ايه؟ علاقتها ايه دلوقتي لما تيجي تذكر اسمها عند الجماهير النادي الاهلي؟ نجوم انطفت، لكن الصوره بتاعت ايمن اشرف والموسم الماضي، الصوره بتاعت سعد سمير، طبعا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي ان هو بيوصل الصوره دي لانها مهمه جدا، مهمه جدا في وقت صعب جدا، صعب لان طغت الماده عليه. فلما تيجي تكرم المخلصين اولاد النادي بجد اللي ارتدوا النادي واخلصوا في النادي، لازم دي تكون رساله للصفقات الجديده ورساله للاعبين الجدد ورساله للاعبين الشباب اللي بيتصعدوا. اعتقد يا فارس دي افضل لقطه ممكن تخرج بيها من نادي كبير زي النادي الاهلي خارج علاقتك جيدة جدا بمجلس إدارة، علاقتك جيدة جدا بجماهير النادي الأهلي. ده حقيقي، وكمان دي رسالة للاعبين اللي موجودين فعلا. أنت تشوف كل لاعب موجود في لقطة أيمن أشرف أكيد هيفكر، لو أنا جوه النادي الأهلي أتمتع بنجوميتي، لو أنا بخرج من النادي الأهلي أخرج كده، أخرج كده وما أخرجش زي نماذج تانية بتتنسي ونجوميتها اختفت وفعلا خسرت كتير. وأنا في اعتقادي إن كابتن محمود الخطيب بيحب النوعية دي من اللاعبين، وهو مش اعتقاد، هو اعتقاد مبني على شواهد. شفناها قبل كده مع كابتن سعد سمير في تكريم وفي تصريحات كتير جدا. فانا دايما بشوف كابتن محمود الخطيب بيحب اللعيبه دي وبيحب النوعيه دي من الالتزام داخل الملعب اكتر حتى من موهبتك الفنيه. انت ممكن تكون لاعب بارع جدا فنيا، ولكن تكون مقرب لقلب كابتن محمود الخطيب لما تكون لاعب عندك الحته دي وعندك الحرص على صوره النادي الاهلي. وعشان كده انا مصدق جدا 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 كابتن محمود الخطيب لما قال انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم. كان ده درس ورساله، لان دي التصرفات اللي على عكس هويه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي.